بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم على المايكرويف باور ديفايدر. ده عبارة عن ديفايس وظيفته انه يقسم الباور ما بين بورت او اكتر، اثنين بورت او اكتر، ممكن يقسم بالتساوي. في الحالة دي بنسميه ايكوال باور ديفايدر زي ما احنا شايفين كده، وممكن يقسم مش بالتساوي فبنسميه ان ايكوال باور ديفايدر. الحاجة التانية، عايزين نعمل امبلمنتيشن للباور ديفايدر، فممكن نعمل له امبلمنتيشن باستخدام لامدا باي 4 ترانسميشن لاين سيكشنز، ودي طريقة. لكن طبعا في حالة اللو فريكونسيز لما يكون عندي ترددات قليلة، الويف لينث بيبقى كبير، وبالتالي حجم الديزاين الباور ديفايدر بيبقى حجمه كبير. فانت لو انت عايز تعمل باور ديفايدر كومباكت حجمه صغير، فبتستعين في الحالة دي بكمان لامدا اليمنت ال سي. تعالوا نشوف نوع من انواع الباور ديفايدر، بسيط جدا بنسميه تو واي ايكوال باور ديفايدر. التو واي ايكوال باور ديفايدر زي ما احنا شايفين كده، وبتكون من 3 بورتس زي ما احنا شايفين، الاداه 1 2 3، وبين كل بورت والتاني فيه ترانسميشن لاين سيكشن طوله لامدا على 4 اللي هي السيكشن القادره دي. وطبعا الهدف من الباور ديفايدر انه لو يكون عندي سورس هنا، طبعا السورس ده من خلال ترانسميشن لاين بتوصل لبورت واحد، فبورت واحد بياخد كل الباور اللي جاله من السورس بتاعه. معنى كده انه البورت واحد ده فولي ماتشد، وبالتالي ممكن اقول كده ان الاس 11 يساوي صفر. الريفليكشن من بورت واحد يساوي كام؟ يساوي صفر. هاي البورت واحد ده هياخد الباور كلها ويبدا يقسمها ما بين بورت اثنين وبورت ثلاثه، فيبقى اس واحد اثنين واس واحد ثلاثه بيساوي بعض كباور ويساوي بعض كقيمه، فقيمتهم كام؟ كابسوليوت، عباره عن طبعا كل واحد هياخد نص الباور، يبقى الاس واحد اثنين هي جذر نص اللي هو واحد على جذر اثنين، واس واحد ثلاثة واحد برضو على جذر اثنين. طبعا انت دلوقتي حددت الماجنتيود، لان بكل بساطه انت عارف ان الباور اللي داخله من هنا يا اما هتنعكس يا اما هتنتقل لاثنين او ثلاثه، وبالتالي فتقول اس واحد واحد اس واحد واحد باور 2 بلس اس واحد ثلاثة باور 2 بلس اس واحد اثنين باور 2 كلهم بيساووا واحد. فبتحط الاس 1 1 بصفر، وبالتالي دي بتساوي دي لان ده ايكوال باور ديفايدر، يبقى اس 1 2 او اس 1 3 هي 1 على 2. طبعا لو ده تربيع يبقى نص، لو كان بيتكلم على اس 1 3 او اس 1 2 كقيمه سكاترينج بارامتر هقول لي قيمه 1 على جذر 2. طبعا انت دلوقتي عايز بقى تعرف الكونسيدرنج لمجموعه الخصائص الخاصه بالترانسميشن لاين. فالترانسميشن لاين ده المفروض له حاجه اسمها كاركترستيك امبيدنس، يعني المفروض احنا نبقى عارفين ازاي نحسبها، ده رقم واحد. رقم اتنين، انه الترانسميشن لاين ده الويف هتمشي فيه، فبالتالي هيبقى فيه فيز شيفت، عايزين نعرف الفيز شيفت بكام. فاتفقنا ان كل السكشنز اللي هنتكلم عليها في باور ديفايدر اغلبها لامدا باي 4 ترانسميشن لاين سكشنز. تعال نراجع اللامدا باي 4 ترانسميشن لاين سكشنز. زي ما احنا شايفين اي ترانسميشن لاين بيبقى له كاركترستيك امبيدنس اسمها زد نوت، بيبقى له حمل اسمه زد ال، وبيبقى له انبوت امبيدنس على بدايته اسمها زد ال. طبعا اللامدا باي 4 لو كان لوسلس ترانسميشن لاين، دايما الزد نوت سكوير اللي كاركترستيك امبيدنس تربيع بتساوي حاصل ضرب اللود امبيدنس في الانبوت امبيدنس زي ما احنا شايفين كده. فدي علاقه مميزه لللامدا باي 4 ترانسميشن لاين سيكشن. الحاجه الثانيه، ان اي ويف هيحصل انها تنتقل من البدايه هنا لغايه نهايه الترانسميشن لاين هتكون هتكسبيرينس فيز شيفت قيمته بيتا ال او ماينس بيتا ال اللي هو 2 باي اوفر لامدا في لامدا باي 4 اللي هو ماينس باي على 2 او ماينس جي. تمام كده؟ يبقى دلوقتي عرفنا انه اي ويف هتمشي في الترانسميشن لاين هتكسبيرينس فيز شيفت قيمته باي على 2 او ماينس جي. وفي نفس الوقت الكاركترستيك امبيدنس عرفنا ايه علاقتها باللود امبيدنس والانبوت امبيدنس. طيب تعال نستغل الريليشن ده الاول ان احنا نحسب الكاركترستيك امبيدنس الخاصه بالترانسميشن لاين. تعال نبص كده على الاستراكشر بشكل اكبر شويه. هنروح نقول والله ده الترانسميشن لاين بتاعي اهو، دي الكاركترستيك امبيدنس اللي احنا عايزين نحسبها، ولو وقفت على بدايه اللاين فهقول في عندي انبوت امبيدنس واحد، وده بالنسبه ونهايه اللاين في لود امبيدنس اللي هي الترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس اللي هي بتاعه الايه الترانسميشن لاين الخاصه بالبورت رقم 2 اللي هنقول عليها ب 50 اوم. طيب يبقى لو بصينا برضو على الترانسميشن لاين الثاني اللي بورت 1 و3، طبعا هو برضو له كاركترستيك امبيدنس اسمها زد 2، ولو وقفت على بدايته هلاقي في عندي حاجه اسمها زد انبوت 2 عايزين نحسبها، وفي نهايته في ترانسميشن لاين ثاني اللي هو بيوصل الحمل وقيمه الكاركترستيك امبيدنس بتاعته ب 50. طبعا السورس بتاعي اللي هو البورت رقم اللي بيدخل اللي بيتم ان هو من خلاله بيتوزع الباور متوصل بسورس من خلال ترانسميشن لاين برضه كاركترستيك امبيدنس بتاعته ب 50.
طب استفيد من اللي انا قلته في ايه بقى؟ اول حاجه انه الترانسميشن لاينز دي المفروض تبقى ايدنتيكال، تبقى متشابهه متماثله. ليه متماثله؟ لانها بتوزع باور بالتساوي، وبالتالي زد انبوت 1 لازم تساوي زد انبوت 2، زد 1 تساوي زد 2. ده رقم اول حاجه لازم تبقى عارف ان الانبوت امبيدنس واحده، ونفس الكلام الزد 1 تساوي زد 2 زي ما احنا شايفين. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، دلوقتي احنا قلنا ان البورت ده هيوزع الباور بالتساوي بين الترانسميشن لاين دي، اكن التو ترانسميشن لاين دول متوصلين بارلل، وبالتالي يبقى زد انبوت واحد توازي مع زد انبوت اثنين محصلتهم بتساوي ال 50، لان الباور اللي جايه من واحد هتتوزع بالكامل ما بين اثنين وثلاثه، صح كده؟ وبالتالي مش حاجه بترجع، يبقى في بولي ماتشنج ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، يبقى ال 50 دول بيساووا كام؟ بزد واحد توازي مع زد اثنين. واحنا اتفقنا ان زد انبوت واحد وزد انبوت اثنين اصلا قيمتهم قيمه واحده، وبالتالي يبقى حاصل البارلل ايكويفالنس بتاع زد انبوت واحد وزد انبوت اثنين هو زد انبوت على اثنين، صح كده؟ لانه اي اثنين مقاومتين متوصلين بارلل وقيمتهم متساويه، يبقى الموصلهم بارلل المحصله بتاعتهم ان في ان قيمتهم بتقل للنص، يبقى زد انبوت على اثنين بتساوي 50، يبقى زد انبوت تساوي 100، يبقى الانبوت امبيدنس اللي شايفاها من هنا او من هنا هي قيمتها كام؟ قيمتها 100. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان الترانسميشن لاين ده اللي هو عند بورت 2 هيتوصل لحمل من خلال كاركترستيك امبيدنس اسمها 50 برضو، فبالتالي يبقى الزد دي الزد هي التربيع، زد واحد تربيع هتساوي ال 100 مضروبه في ال 50، تمام كده؟ زد واحد تربيع هتساوي كام؟ تساوي 100 مضروبه في ال 50، لما اجيب الجذر اجيب زد واحد. واتفقنا ان التو ترانسميشن لاين ايدنتيكال، وبالتالي زد واحد هي نفسها زد اثنين اللي هتساوي جذر 5000 اللي هو 70.7. يبقى سهل جدا لو انت عارف علاقه الكاركترستيك امبيدنس باللود والانبوت امبيدنس الخاصين بالرغده باي فور ترانسميشن لاين، سهل جدا تحسب الكاركترستيك امبيدنس. فده اول حاجه المطلوب منك بتحسبها. تعالى بقى نكمل حسابات السكاترنج ماتريكس. احنا لسه قايلين من شويه انه الانبوت هيدخل كله لبورت واحد وهيبدا يوزعه، بالتالي اس 1 1 1 بكام؟ بصفر. وقلنا انه الاس 1 2 والاس 1 3 قيمتهم ماينس جي على جذر 2، 1 على جذر 2 تربيعه يعني نص الباور، وسالب جي ده هي اللي هي عباره عن الفيز شيفت بتاعتك. الفيز شيفت ايه؟ الفيز شيفت بتاعتك اللي هي ب 90. طيب دلوقتي طبعا احنا كتبت هنا اس 2 1 واس 3 1 على اساس ان النتورك بتاعتي ريسيبروكال. بمعنى ايه ريسيبروكال؟ لو بصيت على الترانسميشن لاين، لو دخل من واحد اللي هيوصل لاثنين من واحد، ونفس الكلام لو انا دخلت من اثنين وبعت من واحد، يبقى الاثنين زي بعض ايدنتيكال ريسيبروكال. معنى كده ان اس 1 2 هي نفسها اس 2 1، واس 3 1 نفسها اس 1 3 بتساوي سالب جي على جذر 2. احنا كده جبنا عدد واحد، عدد خمسه سكاترنج بارامتر. دلوقتي عايزين نجيب باقي سكاترنج بارامتر بقى اللي هم وليكن اول حاجه اللي اسمها اس 2 2. طب نجيب اس 2 2 ازاي؟ ببساطه خالص، ادى الترانسميشن لاين بتاعي اهو، واتفقنا ان احنا عرفنا الكاركترستيك امبيدنس بتاعته خلاص حسبناها اللي هي 70.7. طيب هاجي على البورت 2، بورت 2 ده المفروض هدخل من عنده دخل، يعني احط السورس هنا كويس كده، وعايز اشوف بقى هو هيعكس قد ايه، هو هيوصل له قد ايه من الايه، من اللي دخله ده، فعايز احسب الانبوت امبيدنس. فهسمي الانبوت امبيدنس زي زد انبوت عند ايه اللود 2، زد انبوت ال 2 كويس كده. طيب دلوقتي الكاركترستيك امبيدنس دي معروفه، لكن دي مش معروفه، صح كده؟ دي ايه؟ دي مش معروفه. وهنا بص بقى، خلي بالك من هنا بقى، الترانسميشن لاين ده بارلل مع ايه؟ بارلل مع ده، بارلل مع ده. طيب هو دلوقتي عايز يشوف، طيب هو اكن الترانسميشن لاين اللي هو اتنين ده متوصل عليه حمل، اللي هو ايه الحمل؟ ده وده توازي. ده كان بكام؟ ده 50 اوم اللي هو بتاع الانبوت، وهنا كان 100 اللي هو كان بتاع الترانسميشن لاين التاني. يبقى 150، 100 هنا و50 متوصلين بارل، يبقى محصلتهم كام؟ 100 على 3. يبقى الترانسميشن لاين ده اهو لو دخل له انبوت من اتنين، فانت عايز تحسب الانبوت امبيدنس كام؟ فانت اوريدي عارف الكاركترستيك امبيدنس وعارف الحمل بتاعه، ان هو هنا شايف ايه؟ شايف حمل الانبوت بورت اللي هو 50 اوم، وشايف ال 100 بتوع الترانسميشن لاين الثاني اللي هم 100 على 3، صح كده؟ طب احنا عارفين لو ضربت بقى الحمل اللي هو 100 على 3 في الانبوت امبيدنس، هيساوي الكلام ده بالكاركترستيك امبيدنس تربيع، هيساوي الكلام ده بكام؟ ب 5000. ومن هنا اقدر احسب الزد انبوت عند الايه؟ الترانسميشن لاين 2 اللي هو ده. كويس؟ فحسبته طلع 150، حلو جدا. يبقى هنا كده الترانسميشن لاين ده الانبوت امبيدنس بتاعته كام؟ 150. كويس؟ طب هو متوصل على سورس من خلال ترانسميشن لاين قيمته 50،
صح كده؟ يبقى نحسب الريفليكشن ات ذا انبوت اللي هو بيمثل لي في الحاله دي اس 22، هلاقي الكلام ده يساوي كام؟ يساوي 150 ناقص 50 على 100 زائد على 150 زائد 50، لان الانبوت امبيدنس عباره عن ايه؟ الانبوت امبيدنس او الريفليكشن كوفيشنت عباره عن ايه؟ او الاس 22 عباره عن ايه؟ عباره عن المقاومه اللي هنا ناقص الزد نوت على مجموع الايه؟ الاثنين. يبقى 150 ناقص 50 على 150 زائد 50 يديني ايه؟ يديني 0.5. يبقى انا كده عرفت احسب الاس 22. يبقى الاس 22 سكوير يعني ربع الباور. يعني انت لو جيت دخلت الانبوت من اهو من بورت 2 تمام كده، مش هيحصل ان اس 2 تساوي صفر زي ما كان بيحصل في اس 11، ده يحصل ان ربع الباور هترجع تاني لايه؟ للسورس بتاعي، صح كده؟ يبقى الثلاث ارباع هينتقلوا، صح كده؟ الثلاث ارباع دول بقى قد ايه هيروح لبورت واحد وقد ايه يروح لبورت ثلاثه؟ يعني اس 2 3 كام؟ او اس 2 3 كام؟ واس 2 1 كام؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. فنروح نقول والله طيب يبقى اس 2 2 تربيع دي بتساوي ربع. لما اجمع على اس 2 1 مش كده، اس 1 2 واجمع على اس 3 2، يبقى انا كده عايزه الكلام ده كله المفروض في اللوسلس نتورك المفروض كله يساوي واحد. فاتفقنا كده الباور اللي هتيجي من هنا لا اما ترجع جزء لا اما يروح لبورت واحد لا اما يروح لبورت ثلاثه، مش كده؟ طب خلاص، ما احنا اوريدي عارفين انه من واحد لاثنين، احنا حسبنا قبل كده من واحد لاثنين لو تفتكروا، قلنا من واحد لاثنين هو عباره عن نص، مش كده؟ من واحد لاثنين هو عباره عن كام؟ عن نص. يبقى من المعادله دي نقدر نحسب اس 3 2. اس 3 2 يعني اللي هيوصل من بورت 3 من 2 اللي هو كام بقى؟ اللي هو هيساوي ربع. يبقى هنا ربع الباور وهنا ربع الباور ونص الباور راحت لمين؟ لواحد. كويس، يبقى اس 3 2 ده اهي 1 على جذر 2. اس 3 2 تربيع بربع، يبقى اس 3 2 بكام؟ ب1 على جذر 2. بس الفيز شيفت بكام بقى؟ بص كده معايا، السيجنال هتدخل من بورت 2 هتمشي الترانسميشن لاين ده لطول لندا على 4، وترجع تمشي كمان مسافه ثانيه اللي هي لندا على 4 كمان لغايه ما توصل لبورت 3. يبقى السيجنال مشت من هنا لهنا مشت مسافه لندا على 2، صح كده؟ لندا على 2، لندا على 4 السكشن ده ولندا على 4 السكشن ده. معنى كده ان السيجنال من 2 ل 3، السيجنال من 2 ل 3 مشت لامدا على 2، يبقى البيتا ال بكام؟ بيتا ال ده الفيز شيفت بتاعي هقول 2 باي اوفر لامدا في لامدا على 2 يديني كام؟ يديني ماينس يديني 180. يبقى الفيز شيفت بين 2 و3 كام؟ 180، لان المسافه اللي اتفقنا اللي مشيناها هي كام؟ هي ضعف اللامدا على 4. وبالتالي لو انت عايز بقى تجيب اس 2 3 مش ماجنتيود تجيبها كقيمه، هتقول بكل بساطه هي عباره عن ايه؟ عباره عن سالب واحد على 2، طبعا جذر الربع نص، بس حاطين اشاره سالبه عشان تكونسيدر الفيز شيفت اللي قيمته 180. كويس؟ طيب يبقى احنا كده حسبنا اس 3 2 وحسبنا اس 2 2. طب ما هو بنفس الطريقه، ايه اللي هيخلف يعني 3؟ ايه اللي هيخلف البورت 3 عن 2؟ ما هو نفس الكلام، الا لو بعتنا بقى من 3، ما هو 2 زي 3، الترانسميشن لاين ده زي ده بالظبط، صح كده؟ يبقى لو بعتنا من 3 هنلاقي نفس الكلام، يبقى اس 3 3 هيساوي هو كمان قيمته بتساوي ربع، 3 تربيع طبعا، يبقى قيمته تساوي نص، تمام كده؟ واس برضه 2 3 يساوي سالب ايه؟ يساوي سالب نص. من هنا ممكن احط بقى السكاترنج بارامتر بتاعتي، الاس 1 1 بصفر، من 1 ل 2 نص الباور، من 1 ل 3 نص الباور، لكن لو دخلت من 2 هيبقى الاس 2 2 ربع الباور هيرجع تاني، مش هيبقى فيه اونلي ماتشد مع السورس بتاعه، لكن في جزء هينتقل لبورت واحد وجزء هينتقل لبورت ثلاثه. طبعا طبعا بورت اس واحد ثلاثه هيبقى نص، البورت واحد هياخد نص الباور والتاني هياخد الايه؟ الربع. تمام كده، نفس الكلام لو انت دخلت الانبوت من بورت ثلاثه هيبقى برضو ربع الباور هيرجع ونص الباور هتنتقل لبورت واحد وربع الباور هتنتقل لبورت 2، على اساس ان دي اس بارامتر والباور هي عباره عن اس بارامتر تربيع. طبعا نسبه وتناسب بالنسبه للباور. طبعا اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان احنا اتكلمنا على تو واي ايكوال باور ديفايدر زي ما اتفقنا، وقلنا ان ده بيوزع التساوي باور من 2 ل 3. ايه اللي اتطلب مننا؟ اتطلب مننا حاجتين، اتطلب مننا الكاركترستيك امبيدنس للترانسميشن لاين، وطلب مني السكاترنج ماتريكس. طب يحصل ايه لو كان البورتس دي بدل ما تبقى 2 واي تبقى 3 واي او 4 واي؟ هيبقى بنفس الطريقه، هنعمل نفس الايه؟ بنفس الطريقه. تعالى كده نبص على 3 واي باور ديفايدر. ال 3 واي باور ديفايدر نفس الطريقه، اقول عندي بورت واحد اهو والباور اللي جايه له
من السورس برضو من خلال ترانسميشن لاين، هتتوزع ما بين 3 ترانسميشن لاين برضو لامدا باي 4 سكشن. طبعا انت لو حطيت الترانسميشن لاين بالمنظر ده، نتيجه ان ده هيبقى زي وتر مثلث كده، وده خط مستقيم مش خط مايل، المفروض الثلاثه بورتس دول مش هيبقوا في نفس النهايه مع بعض. فاحيانا عشان يبقوا في نفس النهايه ممكن يحصل بيندنج في الترانسميشن لاين كده، بحيث ان يبقى دايما التو بورتس في الاخر الايه، في اخر الشيب بتاعتك تبقى مع بعض في نفس النهايه. فده مهم جدا تاخد بالك منه، ان احيانا الديزاينز بتاعتك بيبقى فيها مجموعه بيندنج عشان الاند او بدايه البورت ونهايه البورت يبقى كلهم بنفس الايه، نفس الحكايه. طيب طبعا ده هيوزع الباور بالتساوي. طيب انا عايزه احسب بقى برضه الكاركترستيك امبيدنس للايه، للترانسميشن لاين. يبقى الترانسميشن لاين دي المفروض ان هي ايدنتيكال، انها بتاخد بالتساوي، فبالتالي لو انا بصيت على كل واحد اقول في انبوت امبيدنس هنا وفي انبوت امبيدنس هنا وفي انبوت امبيدنس هنا، المفروض كلهم يساووا بعض وهم كلهم متوصلين توازي. يبقى ال 50 اللي هنا اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين اللي بتنقل الباور من السورس لبورت واحد، 50 اوم اللي هنا، المفروض ان هي تساوي زد انبوت واحد توازي مع اثنين توازي مع ثلاثه، وما يكون عندي ثلاث مقاومات متوصلين توازي، يبقى محصلتهم مقاومه واحده فيهم اللي هم الثلاثه يساووا بعض مقسومه على ثلاثه، وبالتالي يبقى الانبوت امبيدنس بكام؟ 150. يبقى دي اول حاجه. طب بعد كده انت بتقول بورت 2 ده متوصل على ترانسميشن لاين قيمته 50، يبقى هنا 50 وهنا 150، يبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين كام؟ المفروض على كل 150 في 50 تحت الايه؟ تحت الجذر، صح كده؟ دي هتساوي دي هتساوي دي، كاركترستيك امبيدنس واحده بنفس الطريقه. ورحت عملت ايه؟ نفس الطريقه، رحت قلت لك زد انبوت بكام؟ ب 150، يبقى زد 2 تساوي زد 3 زد 4، الكاركترستيك امبيدنس بتاع الثلاث ترانسميشن لاين زي بعض بيساوي 50 جذر 3 زي ما انت شايف كده. يبقى ده اول حاجه بتعملها في اي ديزاين. نفس الكلام لو كان عندي فور واي ترانسميشن لاين وهكذا، طالما ايكوالي ديفايدد الباور بالتساوي ما بين البورتس، يبقى طريقه الحل واحده. طبعا عايزين نستنتج السكاترينج بارامتر، طب ما هو بنفس الطريقه، الباور اللي جايه من البورت واحد جايه من السورس من البورت واحد، كلها البورت واحد هياخدها، مش حاجه هترجع، يبقى على طول بفترض ان اس واحد واحد بكام؟ بصفر، صح كده؟ وبعدين الباور هتروح لاثنين وثلاثه واربعه بالتساوي، يبقى اس 1 2 اس 1 3 اس 1 4 المفروض قيمتهم بتساوي بعض. هروح بقى للعلاقه بين اس 1 1 واس 1 2 واس 1 3 واس 1 4 واربع كل ايه؟ كل قيمه اس، عشان يبقى في الاخر بتكلم على الباور، الكلام ده يساوي 1 وده يساوي ده يساوي ده، يبقى المفروض كده ان اس 1 2 او اس 1 3 او اس 1 4 تساوي 1 على جذر 3، او اللي هي لو تربحها يساوي تلت، يبقى تلت الباور راحت لكل ايه؟ لكل بورت. بنفس الطريقه برضو كل ترانسميشن لاين باكسبيرينس فيز شيفت قيمته ماينس 90، وبالتالي هيبقى قيمه الاس 2 1. طبعا هنا دي غلطه ان انت تحط قيمه، ان انت تحط طبعا قيمه ايه؟ قيمه طبعا ابسوليوت فاليو مش ابسوليوت، خلاص دي غلط. تمام، هو الاس 2 1 او اس 1 2 هو السالب جي على جذر 3، صح كده؟ طيب طبعا احنا بنفترض برضو ان ده ريسيبروكال، يعني اس 1 3 اس 1 2 نفسها اس 2 1، اس 1 3 نفسها اس 3 1، اس 4 1 نفسها اس 1 4 وهكذا. طبعا انت ممكن انك انت تكمبيت بقى الاساينمنت دي وتحسب لي بقى اس 2 2 بكام؟ اس 3 3 بكام؟ اس 3 4 بكام؟ اس 3 2 كام؟ اس 2 3 كام؟ اس 3 4 كام؟ اس 4 3 كام؟ فده اساينمنت يا ريت انك انت تحاول تحل بنفس الطريقه اللي احنا حلينا بيها فوق. برضه لو انت عايز تعمل حاجه اسمها فور واي باور ديفايدر، فطبعا ممكن بنفس الطريقه تقول عندي هو بورت واحد وبتغذي بترانسميشن لاين من خلال سورس، واطلع منه اربع بورت اربع ترانسميشن لاين واوصلهم على اربع بورتات بالمنظر ده. ممكن دي طريقه، ممكن انك انت تقول لا والله انا عندي بورت واحد هطلع منه بورتين، وبعد كده البورت ده اللي هنا كده هبدا اقسم الترانسميشن لاين لاثنين وهنقسم لاثنين، وبالتالي في الاخر عندي يبقى الباور اللي خارجه من هنا هتوصل لهنا وهنا وهنا وهنا، دول الفور واي باور ديفايدر. طبعا احنا كنا بنوزع بالتساوي، هنا كنا بنوزع بالايه؟ بالتساوي. بس ناخد بالنا من حاجه هنتكلم عليها بعد شويه، ان دلوقتي لو الباور دخلت من واحد، صح كده، بتروح لاثنين وثلاثه واربعه، لكن لو باور دخلت من اثنين مش بتتقسم بالتساوي بين واحد وثلاثه، لا في جزء بيروح لثلاثه وفي جزء بيروح لواحد. معنى كده انه هنا لو افترضت انه الانبوتس بتاعتي دخلت على 2 و3 و4، صح كده؟ مش كلها هتروح لواحد،
ده اللي هيدخل من 4 جزء منه يروح ل 3، واللي هيدخل من 3 جزء منه يروح ل 4. معنى كده ان مش هيشتغل الباور ديفايدر ده، يشتغل حاجه اسمها باور كومباينر. كلمه باور كومباينر يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 3 بورتس ودخلت سيجنال هنا وسيجنال هنا وسيجنال هنا، البورت واحد ده مش هيجمع الثلاثه، بالعكس في جزء كبير جدا هتبقى لوسز. يبقى الباور ديفايدر ده مش هيشتغل باور كومباينر، لان ببساطه خالص ان الباور اللي داخله من اثنين مش كلها هتروح لواحد ويجمعها مع اللي جاي من ثلاثه اللي جاي من اربعه، لا ده جزء من الباور يروح لواحد، جزء من الباور يروح لثلاثه، جزء من الباور هيرجع تاني. فده فكره ان الديزاينز دي ما تنفعش تشتغل باور كومباينر، ما ينفعش تجمع السيجنالز اللي جايه من البورتات في بورت واحد. ده اللي هنتكلم عليه بعد شويه. طيب بعد كده نقول، طيب دلوقتي لو انا اتكلمت بقى على التو واي ان ايكوال باور ديفايدر، يعني عندي باور ديفايدر زي ما احنا شايفين كده، بس مش بوزع بالتساوي، الباور اللي داخله من هنا هتروح هنا بفراكشن اكس وتروح هنا بفراكشن 1 ماينس اكس. طب نعملها ازاي؟ طبعا في الحاله دي انت عندك تو ترانسميشن لاين، التو ترانسميشن لاين دول مش ايدنتيكال، يعني الانبوت امبيدنس هنا مش هتساوي الانبوت امبيدنس هنا، ما هو لو ساووا الاثنين بعض يبقى معنى كده انه هيوزع بالتساوي. نفس الكلام الكاركترستيك امبيدنس هنا مش زي الكاركترستيك امبيدنس هنا، اكيد هتختلف. يبقى احنا دلوقتي وظيفتنا نشوف ايه العلاقات بقى بين الحاجات دي، تمام كده؟ طيب احنا متفقين انه الزد انبوت واحد توازي مع زد انبوت 2 تساوي 50، اللي هي الترانسميشن لاين اللي هي الكاركترستيك امبيدنس الخاصه بالترانسميشن لاين بتاع الانبوت، يبقى هو 50 بيساوي زد انبوت واحد توازي مع زد انبوت 2. زد انبوت واحد توازي مع زد انبوت ايه؟ زد انبوت 2، دي زد انبوت 1 توازي مع زد انبوت 2. وبعدين عارفين ان الكاركترستيك امبيدنس زد 1 سكوير هي عباره عن زد، طبعا زد 1 اللي هي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن زد نوت اللي هي الحمل اللي ممكن برضو نقول عليها 50، صح كده؟ واحنا هنا فارض انه الكاركترستيك امبيدنس مش 50، فارض ان هي قيمه ثابته اسمها زد نوت، عشان يديني فرصه ان اقول ممكن احط كاركترستيك امبيدنس 50 او 75 او 300 حسب الترانسميشن لاين بتاعي. فهنفترض انه الترانسميشن لاين ده الكاركترستيك امبيدنس بتاعته مش 50، نفس الكلام مش هنا، هنفترض ان هي قيمه اسمها زد نوت، كويس كده؟ فيبقى زد نوت يساوي زد واحد توازي زد انبوت واحد توازي مع زد انبوت 2، ده من ناحيه الدخل. من ناحيه بقى هنا اقول دي هنا اكن البورت ده عليه حمل اسمه زد نوت، وانبوت امبيدنس اسمها زد انبوت واحد، يبقى الكاركترستيك امبيدنس اللي هي زد واحد سكوير بتساوي زد انبوت واحد في زد نوت، لان ده برضو لامدا على 4 ايه؟ لامدا باي 4 سيكشن ترانسميشن لاين سيكشن، يبقى العلاقه دي ساريه معايا. نفس الكلام الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترانسميشن الثاني اللي هو زد 2 تربيع بتساوي زد انبوت 2 في زد نوت، صح كده؟ طيب تعال نشوف بقى الباور. والله يقول لك انا الانبوت داخله هنا، صح كده؟ هنا في مصدر سورس اهو، ومتوصل عليه ترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس بتاعته زد نوت، والاخر الباور هتتوزع ما بين زد انبوت 1 وزد انبوت 2، صح كده؟ طب يبقى الباور اللي داخله قد ايه؟ بص كده على الباور اللي داخله، الباور اللي داخله عباره عن في 1 بتساوي في نوت سكوير على 2 زد نوت، صح كده؟ في نوت سكوير على 2 زد نوت. وبعدين اقول طب يبقى بي 2 اللي هي الباور اللي هتروح للترانسميشن لاين ده هيساوي كام؟ ببساطه خالص هي عباره عن اكس بي 1، وبي 3 هي عباره عن 1 ماينس اكس بي 1. يبقى سهل جدا، انت عارف الباور اللي داخله اهي، يبقى الكلام ده يساوي اكس في نوت سكوير على 2 زد نوت، وبي 3 1 ماينس اكس في نوت سكوير على 2 زد نوت. طيب من ناحيه ثانيه، من ناحيه ثانيه انت عارف انه الباور بي 2، الباور بي 2 الباور اللي هتروح للترانسميشن لاين الثاني اللي هي دي عباره عن ايه؟ عباره عن في نوت سكوير على 2 زد انبوت 1، زد انبوت ايه؟ زد انبوت 1. طبعا هي في بعض اللخبطه هنا بين 1 و2، فخلينا نتكلم على الباور. هي كلمه الباور 2 دي يا جماعه مش مقصود بيها الباور اللي راح في الترانسميشن لاين ده، الباور 1 هي اللي راح، الباور 2 المفروض نصلحها من هنا كده، هنقول الباور اللي خارجه هنا اسمها باور 2، دي اسمها ايه؟ دي اسمها باور 2، واللي خارجه هنا اسمها ايه؟ اسمها باور 3، كويس؟ فالباور 2 بتساوي اكس بي 1، والباور 3 1 ناقص اكس بي 1. البي 2 بقى نفسها تساوي كام؟ البي 2 في انبوت امبيدنس اسمها زد انبوت 1 اهي، صح كده؟ وفي سورس اسمه في نوت، صح كده؟ يبقى الفي نوت سكوير على الفي نوت سكوير على 2 زد انبوت 1 ده يديني البي 2. والبي 3 هتبقى نفس الكلام، هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن في نوت سكوير على 2 زد انبوت 2. طب دلوقتي عندي علاقتين، تعال نيجي على العلاقات اللي عندي تاني.
تعال نراجع اللقاط اللي عندنا تاني. عندنا البي 2 اهي من هنا، هي عبارة عن اكس في نوت سكوير على 2 زد نوت، والبي 2 بتساوي في نوت سكوير على 2 زد انبوت واحد. لو اساوي الاثنين ببعض هجيب علاقة ما بين مين مين، زد نوت وزد انبوت واحد، اهي زد نوت بتساوي اكس زد انبوت واحد. كويس. طب ما احنا جبنا علاقه قبل كده، يعني جبناها من علاقه اللامدا على 4 ترانسميشن لاين سيكشن، صح ولا لا؟ فمن هنا ببساطه خالص ممكن اشيل بقى الزد انبوت، اشيل الزد انبوت دي خالص واحط قيمتها اللي هي تساوي كام، زد نوت على اكس. يبقى هنا زد واحد سكوير بتساوي زد نوت على اكس بزد نوت، يعني زد نوت تربيع على اكس، وبالتالي يبقى زد واحد تساوي كام، زد نوت على جذر اكس، صح كده؟ هتعيد نفس الحدوته بالنسبه لي 3، هتروح تقول انها بتساوي في نوت سكوير على 2 زد انبوت 2 وتساوي الكلام ده بالكلام ده، هتطلع ان زد 2 بتساوي كام؟ زد 2 بتساوي زد نوت على سكوير روت 1 ناقص اكس. يبقى احنا كده جبنا زد 1 وزد 2. طبعا بيزد على الديفايدر ده هيقسم ازاي؟ ولكن مثلا نقول الديفايدر ده هيقسم ب مثلا ربع وثلاث ارباع، يعني ربع الباور تروح لبي 1 وثلاث ارباع تروح لبي 3، صح كده؟ وبالتالي يبقى الاكس بربع، فتروح تقول والله حصل انا كده عرفت الاكس، يبقى اعرف زد واحد بكام وزد اتنين بكام. طبعا انت دلوقتي لو بصيت هتلاقي زد واحد ليها قيمه 100 اوم، وزد اتنين عباره عن 57 و7 من 10. الواحد يقول حد ممكن يتصور شكل الترانسميشن لاين دي؟ طبعا مش تبقى ايدنتيكال. فطبعا انت دلوقتي لما تقول ان انا في عندي ترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 100، والترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 57، نتخيل كده انه دي بايب وده بيمر فيها ويف، فلما تكون الويف ضيقه يبقى اكن المقاومه عاليه، صح كده؟ فاكن لما اقول لك بقى الترانسميشن لاين، لو عايز تقول براكتيكالي، بص انا رسمت ده ارفع منين؟ ارفع من ده، الويدث ده اضخم شويه من ده، معناها ان هو المقاومه بتاعته اقل، اللي هي في حدود حاجه و50 اوم، لكن دي مقاومته 100. يبقى ممكن ان هو نفس الترانسميشن نفس الدايره، هلاقي انه لو انا غيرت السيكنس او قللت السيكنس بتاع الترانسميشن لاين، ممكن اغير قيمه الكاركترستيك امبيدنس الخاصه بالترانسميشن لاين زي ما احنا شايفين، ونعمل حاجه اسمها ان ايكوال باور ديفايدر. ان ايكوال باور ديفايدر ده مهم جدا تبقى عارف ازاي تعمل الاناليسيز الخاص بالان ايكوال باور ديفايدر، وتبقى فكره عارف فكره هاو تو فاري ذا كاركترستيك امبيدنس الخاصه بيه. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هو احنا بنسميه ان انا ممكن اعمل باور ديفايدر بس باستخدام حاجه بنسميها ايزوليشن ريزيستنس. يعني ايه ايزوليشن ريزيستنس؟ ببساطه خالص لو انا جيت حطيت مقاومه، جيت نفس الباور ديفايدر بتاعنا اهو، بس حطيت مقاومه كبيره جدا بين بورت 2 وبورت 3، يبقى كده اكن المقاومه دي بتمنع مرور تيار من 2 ل 3، صح كده؟ ومش كده وبس، ده انا كمان هقول ان لو بورت 2 ده عليه جهد وبورت 3 عليه نفس الجهد وزاويه اني في الشفت، معنى كده ان في اكس تساوي في واي او في 2 تساوي في 3، وبالتالي ما فيش تيار هيمر من 2 ل 3. طب ده هيضمن لي ايه؟ هيضمن لي ان اس 2 3 او اس 3 2 تساوي صفر. ده هيضمن لي ان اس 2 3 او اس 3 2 تساوي كام؟ تساوي صفر. والباور اللي جايه من هنا هتتوزع ل 2 و3، والباور اللي جايه من هنا صح كده هتروح لواحد بس، والباور اللي جاي من هنا هتروح لثلاثه بس. انت متخيل يعني ايه؟ متخيل انه ده يشتغل بقى مش بس باور ديفايدر، ده هيبقى باور كمان كومباينر. لان بص كده تاني، الباور اللي جاي من هنا مش هترجع، يبقى الاس 11 بصفر، هتتقسم ما بين 2 و3، صح كده؟ والباور اللي جاي من هنا مش هترجع، يبقى الاس 22 بصفر، والباور اللي جاي من هنا مش هترجع، اس 3 3 بصفر. بس الباور اللي جاي من هنا مش هينفع تروح لثلاثه، لان في عزل بينهم، في ايزوليشن بينهم، يبقى ما قدامهاش انها تروح لمين الا الواحد، صح كده؟ والباور اللي جاي من هنا مش تقدر ترجع لانها ماتشد مع السورس بتاعها، وفي نفس الوقت مش هتروح لاثنين لانه ايزوليتد معاه، يبقى ما قدامهاش غير ايه؟ غير واحد. يبقى كل واحد ده هيجمع الباور اللي تيجي من هنا، يجمع الباور اللي تيجي من هنا. يبقى الباور ديفايدر ده بيعمل باور ديفايدر، وكمان له وظيفه ثانيه هو باور كومباينر. يبقى العزل ده مهم جدا في عمل باور كومباينر اند باور ديفايدر، زي ما احنا شايفين كده. طبعا من هنا ممكن تستنتج السكاترنج براندز بقى اس 2 3 تساوي اس 3 2 يساوي صفر، والاس 1 1 يساوي صفر، وعندك كمان الاس 2 2 والاس 3 3 بيساوي صفار. وتعالى بقى نشوف اللي هيوصل قد ايه. طبعا الواحد هيوزع الباور، لو قلنا ده ايكوال باور ديفايدر هيوزعه بالتساوي، فاس 1 2 واس 1 3 هيساوي قيمه كام؟ 1 على جذر 2، وطبعا ده لامدا على 4 سيكشن، فلامدا على 4 ترانسميشن لاين سيكشن، فيبقى في شيفت ماينس جي، وبالتالي يبقى الاس
واحد اتنين او الاس واحد تلاته او الاس اتنين واحد او الاس تلاته واحد، قيمتها ماينس جي على جذر اتنين، وكل باقي السكاترنج بارامتر بصفر. طب تعالى نشوف بقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي عامله ازاي. طبعا التو ترانسميشن لاين دول ايدنتيكال، وكل واحد فيهم ليه زد انبوت، والاثنين ايدنتيكال، يبقى زد انبوت على طبعا هنا في الحاله دي الاثنين بيساووا بعض، فنقول الاثنين يساووا كام؟ اثنين بارالي، يبقى محصلتهم زد انبوت على اثنين يساوي 50، يبقى زد انبوت واحد بكام؟ ب 100، او زد انبوت اثنين ب 100. نفس الطريقه زد واحد تساوي الجذر التربيعي 100 في 50، يبقى الكلام ده 50 جذر 2. يبقى سهل جدا تصمم تو ترانسميشن لاين with identical characteristic impedance with identical dimensions عشان تقدر تعمل باور ديفايدر. واتفقنا انه ميزه ده انه كمان يقدر يشتغل باور كومبايلر. باور ايه؟ باور كومباين. فده مهم جدا، وبكده نكون خلصنا محاضره الباور ديفايدر. اتمنى تكون استوعبناها وفهمناها. الاناليسيس بتاعه سهل جدا بسيط جدا، بيطلب انك انت تشوف الديزاين بتاعك شكله عامل ازاي، الكاركترستيك امبيدنس عامله ازاي، والسكاترنج ماتريكس عامله ازاي. اتمنى تكونوا تعملوا تيست على الثري واي باور ديفايدر، الفور واي باور ديفايدر بشكل سهل وسريع. واخر محاضره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.